حسنية لولوز لولوز أختك على الباب مفتاحي لها ومفتاحي لها بعد كده تعالي نامي يلا يلا حبيبتي يلا يلا بقولك ايه متنفضلها لا ما صحش اسمها على الباب كده متنفضلها ما تقف شوية لازم افتح لها ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي اللي يشوفك امبارح وانت خايفه ومرعوبه ودمك هربان ما يشوفكيش النهارده وانت منوره وزي القمر بنت انت كويسه طبعا فيري نايس ما انت شايفه جمالها ما احنا سيبناها امبارح عسليه رجعنا لقيناها برطمان مربى تهدي يا اختي انت وهي بتغنوا وتردوا على بعض انت مش هتضيفينا ولا هي بنت ما تقومي تعملي لنا بقى شاي بس بس اقعدي يا عسليه في ايه اللي عايز حاجه يقوم يعملها المطبخ جوه عندكم احنا قاعدين في بيتك يا فتون هو انا جوزتها لمحامي ولا ايه دافع عنها بس بس انتوا هتتخانقوا ولا ايه قولي لي بس السكر والشاي فين وانا اعمل لكم احلى كوبايتين شاي خليك انت انا هقوم اعمل الشاي يا راشد معلش بقى يا عروسه ماشي انت بداتها بمعلش امال السنه الجايه هتقول ايه هنيجي نجيبه من فوق الدولاب ما تجيش في انت وهي بقول لك ايه معكش سجارة استباحها كده من بتوع فرح امبارح لا سجارة ايه انا بطلت خلاص يا راجل ده انت امبارح كنت تولع الحجر تولع منه سجارة تطفيها تشتغل خوابير انت هتعمل طبت عليا ولا مكمر الحشيش عشان تبيعه وتاخد فلوس بس 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 البكابورد اللي اتفتح ده خد يا اختي السجارة اتفضل ايوه كده رجالة ما تجيش الا بالسك وانت سيد من يفهم فيهم اه بس بقولك ايه ده اخرنا خلاص مفيش منه تاني انا هبطل طب يا مبطل بقى انا عايزه فلوس اصلي قاعده عند غنوة يومين فمحتاجه فلوس الله طب ما ترجعي تقعدي في بيت يا سيدي سيبها تقعد تغير جو يومين واهو برضه تاخد راحتك انت والبيت الله مش انت الذكر بتاعنا ما تدفع كيشت وانا قلت لك لا مش هديك فلوس انا بقول لك ارجعي اقعدي في بيتك راشد عنده حق يا فتون لازم ترجعي البيت لا ما عندوش حق يا اختي ها هتدفع ولا ايه بس خلاص وما بنت عسل هات المحفظه من جوه حاضر يا اخويا شايفه شكمها ازاي اه يا اخويا ذكر شاكم البيت وماشي ايه الله اكبر عليك استني لي يا ست البنات خد يا ست الكل ايه ده انا عايزه 500 500 عفريت لما ينططوه نعم 500 جنيه في يومين هتدفع ولا ايه ما تقول خدي ياخد عدوينك ان شاء الله استبح بقى انت خايف منها ولا ايه لا خايف ايه انا بس اتفقت مع عسلين ان انا هبطل بعد الجواز بس دي يعني استباحة الصباحيه بس انا عارفه انك ممكن تغوي ابليس يا فتون بس من هنا ورايح مالكيش دعوه براشد والنبي مراتك عندها حق او المصحف طب بقول لكم ايه يا جماعه نستاذن احنا يلا يا فتون اتاخرنا اه يا اختي نكملها على السلم رايحين فين اصب لكم الشاي لا اصل انا يا اختي ماليش في السهوكه اللي انتوا فيها دي خلصوا السهوكه واشربوا الشاي عشان انا مرارتي صعبه قوي بيجي لي حموضه مبروك يا راشد مبروك يا عسليه الله يبارك فيكم شرفتوا ونورتوا مع السلامه يا اختي مبروك يا حبيبتي ربنا يبارك فيك مع السلامه مع السلامه ده هو نفس واحد بس انا اقدر ازعلك برضه يا ست البنات النهارده نفس واحد بكره سجاره وبعد كده نرجع لقديم واحنا ما اتفقناش على كده يا راشد صح صح انت عندك حق احنا ما اتفقناش على كده هي المفروض تبقى قطعه بنهي على طول وبعدين خلاص ده هو يومين ثلاثه وانزل الشغل الجديد وانسى بقى كل القرف ده معلش حقك علي حقك علي عشان خاطر حته صغيره حته صغنطوط حته صغنطوط تليفون شو تليفون
الو ماي دارلينج ام سو هابي فور يو مبروك ربنا يبارك في حضرتك يا رب انت اتجوزتي اللي انت بتحبيه مش كده كان اسمه اي ثينك الحسن صح نو اي ماريد انذر مان اتس ا لونج ستوري I will tell you when I meet you. خلاص يا حبيبتي. انت بتتكلمي بكافيت ولا ايه اللي بتقوليه؟ Enjoy yourself, huh? انبسطي. على فكرة جايبة لك حتة كادو هتعجبك جدا. ربنا يخليكي ليا. ماشي يا حبيبتي. اوكي يلا. باي حبيبتي. مع ألف سلامة. ربنا يخليكي. مع السلامة مع السلامة. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مين؟ كنت بتتكلمي مين؟ دي مدام سهى. سهى؟ سهى مين؟ نزل رجلك سوم باي ذا واي اسمها عسليه يس اي نو اسمها عسليه شفت البطاقه بتاعتها انا اللي مشغلاها وانا بقى سميتها سالي البت دي شي هاز ا فيري فيري سترونج سبيريت شي ان اكستروفرت ومن يوم ما دخلت البيت وبقت جزء منه وعلى فكره لمحه جدا شي از فيري فيري سمارت ما عندهاش طول فقيره ومش متعلمه بس لو ركزت معاها شاطره جدا هايله يا ماما ناس مختلفين تماما عننا انا امبارح كنت في الفرح بتاعها كنت ايه ثانيه واحده كنت فين كنت فرحها سالية او سالي دي انا عارف ان انت بتحبيها قوي وكنت لازم اروح اساعدها and give her a hand really تروح تساعدها and give her a hand and you know that I love her very much ما خدتنيش ليه بقى طيب سون انت لو رحت هناك تتاكلي الناس هناك مختلفين خالص حراميه وبلطجيه وبيضربوا نار ما ينفعش تروح هناك خالص يا سوف عشان كده ما قلتلكيش and she بقى is very different وبقى لها سنين بتشتغل معانا وانا بحبها والبنت دي شاطره وكويسه and you know that I love her and you know that she's very very good okay come on even if ما ينفعش يبقوا قريبين مننا الناس دي خالص يا سوف وانا في ناس مستنيني بصراحه and I have to leave go go okay love you واحلى قهوه معاك يا عم صلاح قول يلا انت تعمل سياحه امشي شيش عم راشد هات فين يا باشا بص يا عم راشد انت عارف انا بحبك قد ايه وجاي لك في كلمتين ورد غطاهم ومان ريحتك فاحت معاون الباحث سالنا عليك انت بتشتغل في الحلوه دي من امتى؟ تسلم ايدك شكرا شكرا حلوه يا باشا والله ما بشتغل في البودره ما انت عارف لا انا مش عارف سياده المعاون هو اللي عارف كل حاجه لم نفسك يا راشد واعتبر وجودي النهارده ده تحذير ليك ونموت فرحك اللي انا ما جيتوش امبارح ايوه يا باشا لكن انا يعني لا ما لكنش انا كده خلصت ذمتي من ناحيتك واللي جاي ما فيهوش زعل كده انا عداني العيب وازح وازح